الثانية عشرة ظهرا بتوقيت القاهرة نشرة مفصلة من عاصمة الخبر أهلا بحضراتكم والبداية بأبرز العناوين بعد إطلاق بيونج يانغ صواريخ باليستية رئيس كوريا الجنوبية يتوعد برد انتقامي على استفزازات كوريا الشمالية ضمن سلسلة الإجراءات العقابية الأوروبية الحظر الألماني على واردات النفط الروسي يدخل حيز تنفيذة مقتل عشره اشخاص على الاقل واصابه اخرين في انفجار بالعاصمه الافغانيه كابول اهلا بكم والبدايه مع تطورات الاوضاع في شبه الجزيره الكوريه قال رئيس كوريا الجنوبيه يون سوك يول ان جيش بلاده سيرد بشكل واضح على استفزازات كوريا الشماليه وقال يول ان قوات الجيش جاهزه ومتاهبه للرد على اي تهديد من يانغ، خصوصا وانها تواصل استفزازاتها النوويه والصاروخيه في انتهاك صارخ للقانون الدولي على حد تعبيره أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أن الجيش سيبني وضعية الاستعداد العسكري للرد بشدة على أي استفزازات كورية شمالية والعزم على عدم التردد حتى في خوض الحرب وحذرت من أن أي محاولة من جانب كوريا الشمالية لاستخدام الأسلحة النووية ستؤدي إلى نهاية نظامها بعد أن دعا الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون إلى زيادة زيادة هائلة في الترسانة النووية للبلاد، وحثت الوزارة كوريا الشمالية على الوقف الفوري لتطوير قوتها النووية والعودة إلى مسار نزع السلاح النووي داعية بيونغيانغ إلى أن تدرك بوضوح أن تصحيح المسار بهذا الشكل سيكون الطريقة الوحيدة لتحسين معيشة شعبها. صرحت وسائل اعلام كوريه شماليه ان زعيم كيم جونغ اون اتهم الولايات المتحده بتشكيل نسخه اسيويه من حلف الناتو زاعما تقويه تحالفها مع اليابان وكوريا الجنوبيه واشار زعيم الكوري الى ان الولايات المتحده والقوات المعاديه لبلاده تلقت ضربه قويه بسبب تعزيز القدرات العسكريه الكوريه الشماليه واصفا واشنطن بانها ترتجف من الخوف والقلق وشدد كيم على أنه يجب على بلاده مضاعفة الجهود لتعزيز قدراتها العسكرية، مؤكداً أن المهمة الأساسية للقوات المسلحة النووية في بلاده هي منع احتمال اندلاع الحرب وحماية السلام والاستقرار قال وزير الدفاع الياباني إن حكومة طوكيو قدمت احتجاجا دبلوماسيا ضد كوريا الشمالية بعد إطلاقها صاروخا باليستيا صباح أول أيام العام الجديد هذا وأفاد وزير الدفاع الياباني في تصريحات صحفية أفاد بأن الاستفزازات المتواصلة من قبل بيونجيانغ باتت تهدد أمن اليابان بل والمنطقة بأسرها في العام الماضي أدى إطلاق كوريا الشمالية المتكرر للصواريخ إلى زيادة حدة التوترات في شبه الجزيرة الكورية وعلى المستوى الإقليمي. إن سلسلة الاستفزازات التي قامت بها كوريا الشمالية تهدد سلام وأمن اليابان والمنطقة والمجتمع الدولي، ويجب عدم التسامح معها. ندين هذه الأفعال، ووجهنا احتجاجاً شديداً إلى كوريا الشمالية من خلال سفارتنا في بكين. وكانت كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا قصير المدى في بحر الشرق المعروف أيضا باسم بحر اليابان وفدت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية بأن عملية الإطلاق نفذت من منطقة يونغ سيونغ في محيط العاصمة بيونغيانغ تأتي هذه الخطوة بعد 24 ساعة من إطلاق كوريا الشمالية ثلاثة صواريخ باليستية ووصفت كوريا الجنوبيه سلسله التجارب الصاروخيه التي اجرتها كوريا الشماليه بانها استفزازات خطيره تضر بالسلام والاستقرار في شبه الجزيره الكوريه وخارجها قال مدير مكتب الشؤون الخارجيه للحزب الشيوعي الحاكم بالصين، قال انه على بكين وواشنطن السعي الى الحوار بدلا من المواجهه وتجنب الاخطاء التي تم ارتكابها خلال الحرب البارده. وحث مدير مكتب الشؤون الخارجيه الصيني الدول الكبرى على ان تكون قوه في مواجهه التحديات المتعدده. مشيرا الى تعاون الصين المعزز مع روسيا خلال عام 2022، وأضاف أنه يتعين على البلدين رسم طريق للتوافق مع الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المربح لجانبين وإعادة العلاقات الصينية الأمريكية إلى المسار الصحيح لسلامة والاستقرار. دعت تايوان الصين الى استئناف المحادثات المتوقفه منذ العام 2016 من اجل المحافظه على استقرار المنطقه وذلك مع استمرار الانشطه العسكريه الصينيه بالقرب من الجزيره والتي اعتبرتها تايوان انها لن تخدم السلام والاستقرار في المنطقه. كانت تايوان قالت ان اثنتي عشره طائره عسكريه صينيه عبرت الخط الفاصل لمضيق تايوان خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية والذي كان في السابق بمثابة منطقة عازلة غير رسمية بين الجانبين قالت رئيسة تايوان تسي إنغوان إن السلام والاستقرار في مضيق تايوان مسؤولية الجميع وإن الحرب ليست خيارا لحل المشكلات هذا وأشارت رئيسة تايوان إلى أن الحوار هو الوسيلة الوحيدة للاستقرار في المنطقة. السلام والاستقرار في مضيق تايوان مسؤولية الجميع في المنطقة. الحرب ليست خيارًا أبدًا لحل المشكلات، فقط من خلال التواصل والتعاون بهدف تحسين الاستقرار الاقليمي يمكن أن يشعر كثير من الناس بالسلام والأمان. وحول الوضع الوبائي لفيروس كورونا في الصين عرضت رئيسه تايوان تقديم الدعم اللازم لبكين في ظل الانتشار المتزايد وارتفاع اعداد الاصابات هذا واكدت رئيسه تايوان ضروره تقديم المساعده للمواطنين للخروج من الوباء لقد راينا التصاعد الاخير للوضع الوبائي في الصين وما دامت هناك حاجه بناء على موقف الرعايه الانسانيه فنحن على استعداد لتقديم الدعم اللازم لمساعده مزيد من الناس على الخروج من الوباء والحصول على عام جديد صحي وامن. والان وقف مع تطورات الازمه الاوكرانيه. يدخل الحظر الألماني على واردات النفط من خطوط الأنابيب الروسية حيز التنفيذ اليوم وتعهدت ألمانيا ومعها بولندا بوقف استخدام النفط القادم عبر خط أنابيب دروجبا الروسي اعتبارا من يناير الجاري كان الاتحاد الأوروبي فرض حذرا على واردات النفط الروسي المنقول عن طريق البحر منذ الخامس من ديسمبر الماضي إذا لمزيد من المتابعة والتحليل ننتقل الآن إلى زميلة داليا أبو عميرة إليك داليا ولضيوفك الكرام تفضلي شكرا فيروز وياسر أهلا بكم مشاهدينا الكرام وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر سكايب من برلين ماجد كيالي الباحث في العلاقات الدولية سيد ماجد أهلا بك على شاشة القاهرة الإخبارية ربما هذه هي إحدى اللحظات المرتقبة منذ بداية العملية العسكرية ما الذي يعنيه هذا القرار الآن بالنسبة لروسيا ولألمانيا؟ هذا يعني ان اوروبا وخاصه المانيا اللي هي قاطر القاطره الاقتصاديه في دول الاتحاد الاوروبي او في إجمالاً في اوروبا تريد ان تتحرر تماما من النفط او من امدادات الطاقه الروسيه ان كان الغاز او النفط يعني هاي احدى اهم الارتدادات الناجمه عن الغزو الروسي لاوكرانيا احنا بنعرف انه المانيا هي اكثر من كان له اه ارتباط وثيق جدا بامدادات الطاقه الروسيه الا انه بعد الغزو اختلف الامر كثيرا قامت المانيا بانهاء اعتمادها على امدادات الطاقه الغاز والنفط واليوم هذا التطور ياتي في ذات السياق نعم سيد ماجد ربما هذا القرار لم يأتي دفعة واحدة كان هناك تدرج في تنفيذه ربما كانت البداية في ديسمبر والآن نحن بصدد خطوة أخرى في تنفيذ هذا القرار وفق أي مقاربة تعمل ألمانيا أو جاء هذا التدرج من ألمانيا وأيضا ما هي البدائل المتاحة لديهم الآن تمام تمام هو هذا اصلا خط دروغبا اللي هو خط مرق من بولونيا هو كان معفي من العقوبات الاوروبيه على النفط على على النفط مم. الا ان المانيا تريد ان تتحرر نهائيا ان تفك ارتباطها بالاعتماد على النفط والغاز الروسيين لذلك يعني رغم انه هناك سماح يعني في مرونه بالقرار الاوروبي اللي اعفى بعض الدول اللي هي داخليه ليس لها اطلالات على البحر اعفاها من العقوبات انه النفط الذي ياتي من الانابيب مسموح به الا ان المانيا وبولونيا ايضا معها هي هن اللي اخذوا المبادره في القطع تماما مع النفط الروسي هلا ليش ايضا من من هذا الامر لانه اوروبا تعتقد انه بهكذا وضع هي يعني تفرض نوع من عقوبات ضغطة على روسيا بحيث لا تمول او لا تكون شريكه في تمويل آلة نعم ربما ربما هذا سيد ماجد احد المحاور الهامه في هذه القضيه هل تطبيق هكذا عقوبات على روسيا يمنعها من تمويل آلة حربها كما تقول اوروبا لاننا نرى ان الحرب ربما على اشدها في هذه المرحله لم تتاثر طبعا. روسيا طبعا لانه في الحسابات يعني النفط والغاز الروسيين يغذيان 40% من الموازنه الروسيه الحقيقه موازنه الحكومه الروسيه وضمنها نفقات الدفاع تعتمد بشكل رئيسي يعني ما احنا بنعرف ان روسيا رغم انها دوله كبيره جدا اكبر دوله في العالم 17 مليون كيلومتر مربع ورغم انها تحتوي على كل المعادن الموجوده في الدنيا الا انها فقيره اقتصاديا يعني لا يوجد فيها تطور اقتصادي هي تعتمد مثل اي دول دوله من دول العالم الثالث تعتمد على صادراتها من النفط والغاز وايضا الصادرات الزراعيه يعني ما منحها اياها يعني الرب مثل ما بقولوا آه هذا هو آه آه القدره الروسيه لا يوجد اي سلعه في بيوتنا مثلا من مش مثل اليوم من من زمان من آه من الاتحاد السوفيتي سابقا او من روسيا لا روسيا لا تصدر مثلا مثل الصين الصين اللي تعتبر هي مصنع العالم نعم ال... سيد ال... ماجد نعم اخيرا هل يسبب هكذا قرار اي ازعاج لحظي على سوق النفط ام ان التداعيات تاتي لاحقا كيف ترى هذه الجزئيه؟ لا طبعا طبعا هناك ازمه نفط ازمه طاقه طبعا الحرب يعني احد ارتدادات تلك الحرب او الغزو الروسي هو انه هو خلق ازمه طاقه في العالم م. الا انه الدول الاوروبيه وخاصه المانيا تبحث عن مصادر بديله مثل ما شفنا تبحث عن الغاز مثلا حتى من مصر من, من الدول المتشاطئة مع البحر المتوسط من قطر من الإمارات من ايضا من النرويج ومن هولندا ومن كازاخستان اذا هناك مصادر بديله اليوم الاحتياطات الاستراتيجيه للنفط والغاز في المانيا منذ ثلاثه اشهر ممتلئه يعني ب 90 في 90% ولا زالت يعني المانيا نعم. تشتغل على هذا المجال حتى لا تتخطى اي عتبه الزمن نعم شكرا سيد ماجد كيالي كنت معنا من برلين الباحث في العلاقات الدوليه شكرا جزيلا لك والان نعود مره اخرى الى فيروز وياسر استكمال هذه النشرة إليكم شكرا لك دليل قال الممثل الأعلى لشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن الاتحاد الأوروبي مصمم على مواصلة دعم أوكرانيا في العام 2023 وقال إنه في عام 2022 قررت روسيا التخلي تماما عن التزاماتها بحقوق الإنسان الأساسية وقررت مهاجمة أوكرانيا والأمن العالمي اضاف بوريل انه في نهايه العام حاول بوتين مره اخرى اجبار الاوكرانيين على العيش في الظلام من خلال الهجمات مؤكدا مواصله دعم اوكرانيا ايضا في العام 2023. صرحت وزاره الدفاع الروسيه ان القوات البريه ستجري او ستجري تسع مناورات دوليه هذا العام كجزء من التعاون العسكري الدولي، ياتي ذلك فيما اوضحت الوزاره انه سيتم اجراء تمرين مشترك لقوات حفظ السلام والتابعه لمنظمه معاهده الامن الجماعي، مشيره الى انه من المقرر اجراء ثمانيه تدريبات ثنائيه في مناطق التدريب بالمناطق العسكريه الروسيه. أفادت خدمات الطوارئ في أوكرانيا بسماع دوي انفجارات في العاصمة كييف والمناطق المحيطة مع حلول الساعات الأولى للعام الجديد. وقالت الإدارة العسكرية لمدينة كييف إنه تم تدمير 23 هدفاً من الأهداف الجوية التي أطلقتها روسيا. فيما أشار رئيس بلدية كييف إلى أن شظايا صاروخ دمرته أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية ألحقت أضراراً بسيارة وسط العاصمة، ولكن لم ترد أنباء بعد عن وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الغرب شجع من سماهم بالنازيين الجدد للقيام بأعمال إرهابية ضد المدنيين في إقليم دونباس. هذا فيما أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي أكّد أن بلاده لن تغفر لروسيا. بعد الضربات التي تستهدف كييف ومنها أخرى في أوكرانيا كييف العاصمة الأوكرانية ودعت عاما واستقبلت آخر ليست كغيرها من المدن اختلفت عن نظيراتها الأوروبية الأخيرة مضاءة مبهجة بالألعاب النارية وهي يكسوها الدخان ويسود بعض أركانها الظلام جراء العمليات العسكرية الروسية لا يشبه كييف في واقعها إلا أخواتها زابوريجيا وميكوليف الساعة الأخيرة من 2022 كانت شاهدا على سلسلة من الانفجارات في كييف جراء ضربات صاروخية روسية خلفت خسائر بشرية فضلا عن أضرار مادية بالغة فيما دوت صفارة الإنذار على مستوى البلاد وفي تعليقه على هذه الضربات وجه الرئيس الاوكراني فلاديمير زيلينسكي حديثه للشعب الروسي بالتاكيد على ان هذه الضربات لا تصب في صالحه متوعدا بالرد. من فعل ذلك ليس بشرا وهؤلاء غير البشر سوف يخسرون ولن يغير الارهاب ذلك. في المقابل وخلال خطابه بمناسبه العام الجديد قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ان الغرب شجع من سماهم بالنازيين الجدد للقيام باعمال ارهابيه ضد المدنيين في اقليم دونباس ومن داخل مقر المنطقه العسكريه الجنوبيه في روسيا قال بوتين ان الغرب كذب بشان السلام لكنه كان يستعد للعدوان مؤكدا انه استخدم اوكرانيا لتقسيم روسيا واضعافها اخذ ورد بين موسكو وكييف ولا يبدو في الافق حتى اللحظه مؤشر على احتمال جلوس البلدين الى بعضهما ليبقى الامر مرهونا باراده مفقوده وعزيمه تعلي من قيمه السلام. فهل يدركها العام؟ قال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرو انه سوف يساند اوكرانيا حتى تحقق الانتصار. هذا واكد ماكرون موجها حديثه للاوكرانيين في كلمه بمناسبه العام الجديد ان باريس سوف تظل تساندهم دون اخفاق. ابناء وطني الاعزاء اود ان اقول باسمكم لاصدقائنا الاوكرانيين نحن نحترمكم ونعجب بكم. نضالكم من اجل استقلال امتكم بطولي وهو يلهمنا وفي العام المقبل سنكون بجانبكم بدون فشل. سنساعدكم حتى يتحقق النصر وسنكون معا لبناء بلد عادل ومستدام. اعتمدوا على فرنسا واعتمدوا على اوروبا. نشرتنا متواصله وفيها بعد الفاصل. السويد تتسلم رئاسه مجلس الاتحاد الاوروبي وازمات اوكرانيا وكورونا والطاقه على راس اولوياتها من جديد اهلا بكم اعلنت مصادر محليه في افغانستان مقتل عشره اشخاص على الاقل واصابه ثمانيه اخرين في انفجار وقع امام مطار كابول العسكري صرح المتحدث باسم وزاره الداخليه في حكومه طالبان الافغانيه بان التحقيقات جاريه حاليا للوقوف على ملابسات الانفجار مشيرا الى انه قد, قد تم تطويق المنطقه واغلاق جميع الطرق المحيطه بالمطار لمزيد من المتابعة ننتقل من جديد إلى زميلة داليا أبو عميرة وضيوفها الكرام إليك داليا شكرا فيروز وياسر أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا من إسلام أباد هيثم ناصر الباحث السياسي سيد هيثم أهلا بك على شاشة القاهرة الإخبارية ما هي آخر التحديثات بشأن واقعة التفجير هل من جديد؟ نعم الأرقام المعلنة من الحكومة الأفغانية التي تقودها طالبان تشير إلى الأرقام التي ذكرتموها سابقا ولكن يعتقد بأن المهاجمين هم من ما يسمى بجماعة الدولة الإسلامية أو داعش فرع خراسان في أفغانستان ومحيطها وهذه المجموعة هاجمت قبل نحو أسبوع ايضا هدف قريب من المطار العسكري في كابول، وكان الهدف من ذلك الهجوم عمال صينيين او مهندسين صينيين يعملون لمشاريع تابعه لاستثمارات صينيه في افغانستان. نعم. هذا الهجوم ربما الرابع خلال اقل من شهر في كابول ويستهدف اهداف حساسه تعلن من بعدها. المسؤوليه جماعة داعش خراسان وبعد ذلك يتم الاستيضاح بانها ايضا قريبه من مستثمرين او استثمارات صينيه او اجنبيه داخل افغانستان. <applause> نعم، سيد هيثم يعني بالاشاره الى ما تقوله ما الذي يؤشر اليه اختيار مطار عسكري؟ ما الذي يهدفون اليه؟ وانت ايضا تقول انهم كانوا يستهدفون نقطه قريبه من هذا المطار بها عمال صينيين، ما الذي يرمون اليه؟ هناك يعني نظرتان او او طريقتان لفهم هذا التطور. م. النظره الاولى هي الصراعات الداخليه في افغانستان بين جماعه داعش وحركه طالبان التي تقود الحكومه حاليا حيث تريد الحركات المقاومه لطالبان او التي ترفض حكم طالبان ان تدلل على ان طالبان لا تستطيع التحكم في الامور او الحفاظ على وعودها الأمنية من حيث الحفاظ على الأمن خاصة قرب الأهداف الحساسة والوعود المقطوعة تجاه المستثمرين وهم قلائل يعني عدد قليل من الدول الذين لا يستثمرون في أفغانستان تحت حكم طالبان. هذا من الجانب الداخلي، أما الجانب الخارجي فهو يرى البعض أن هذا هو عبارة عن بين الهند والصين على الساحة الأفغانية، نعلم أن الهند كانت تملك نفوذ كبير في الحكومة الافغانية السابقة تحت الرعاية الامريكية، اما الحكومة الحالية وهي تحت حكم طالبان لا تعطي كثيرا من النفوذ للحكومة الهندية وللاستثمارات الهندية بل تعطي ذلك للحكومة الصينية. <applause> وهناك يعني معلومات تنشر بعضها باكستان، تنشر بعضها مؤسسات دولية بأن هناك رابط بين الجماعات المسلحة المعاديه لطالبان داخل افغانستان والتمويل الهندي أو الإدارة الاستخباراتية الهندية بحيث أنها تهدد أعداءها في المنطقة سواء الصين أو باكستان من خلال هذه المجموعة وتقويض حكم طالبان في كابول نعم اذا سيد هيثم ربما انت اشرت الى نقطتين مساله ان الصراع بين داعش وطالبان يتصاعد وايضا ان هذه ربما حرب تجري بين الصين والهند داخل افغانستان اذا ما هي المقاربه الامنيه التي تعمل وفقها طالبان في هذه المرحله للسيطره على الوضع؟ نشكو طالبان من ضعف التمويل ليس فقط في الجانب الامني والعسكري وانما ايضا في الجانب الاقتصادي، ولذلك ما تحاول ان تقوم به طالبان هي تامين الاماكن الحساسه والمهمه باقل التكاليف من خلال نشر عدد اكبر من عناصر الامن بالرغم من عدم تزويدهم بما يكفي من الاسلحه والاجهزه الحديثه التي قد تمكن هؤلاء من اكتشاف المواد المتفجره او التدقيق على المارين يعني ما تقوم به طالبا هو محاوله تقليل الخسائر لانها لا تملك ما يكفي من الموارد مم. لمنع حدوث الانفجارات او منع حدوث الهجمات بشكل كبير، بالمقابل تستغل الجماعات المسلحه المعدله طالبا هذه النقطه وتمر من خلال سيارات مدنيه احيانا او من خلال انتحاريين عبر الاهداف او عبر نقاط التفتيش للوصول الى الاهداف التي تشكل اهميه رمزيه في مهاجمتها من خلال الادلال بان طالبان لا تسيطر على الامن بما بشكل كافي خاصه عندما تهاجم اهداف عسكريه او شبه عسكريه م. قرب المطار العسكري فهذا يحمل دلاله رمزيه بالرغم من ان الهجوم لم يدخل الى المطار العسكري ولكنه كان قربه ولكن ذلك يحمل دلاله رمزيه نعم سيد هيثم اخيرا ربما ياتي هذا التفجير في اول ساعات من اول ايام العام الجديد كيف نستشرف باقي ايام هذا العام على طالبان في الحكم. لا يتوقع ان تختلف الامور كثيرا في افغانستان، فطالبان ستواجه المزيد من الصعوبات الاقتصاديه بسبب عدم وجود تمويل او استمرار العقوبات الدوليه والامريكيه على الاحتياطي المالي الذي كانت تستودعه الحكومه السابقه لدى الخزانه الامريكيه وهو قرابه 9 مليارات دولار ما يتوقع ان تحافظ طالبان على الحكم للعام القادم وستنعكس بشكل مباشر نتائج الحرب الروسيه الاوكرانيه على مستقبل هذه المنطقه. روسيا مؤخرا عرضت ان تمد باكستان وافغانستان بالغاز عبر انابيب كسوق بديل للسوق الاوروبي الذي خسرته روسيا بعد الحرب على اوكرانيا. هناك احتمال بإزدياد النفوذ الروسي مع وجود النفوذ الصيني في أفغانستان وكما نعلم هناك نفوذ صيني كبير في في باكستان أيضا فهذا الاحتمال قد يعطي لحكومة طالبان في المستقبل بصيص أمن ما عدا ذلك كل ما تملكه طالبان هو الحفاظ على الوضع الحالي وعدم الانهيار في وجه الازمه الاقتصاديه والتهديدات الامنيه ايضا. نعم شكرا السيد هيثم ناصر الباحث السياسي كنت معنا من اسلام اباد شكرا جزيلا لك والان نعود الى فيروز وياسر لاستكمال هذه النشره اليكم. شكرا دليلا. تتسلم السويد رئاسه مجلس الاتحاد الاوروبي من جمهورية التشيك اليوم بما يمنحها دورا رئيسيا في القياده في بروكسل خلال الاشهر السته المقبله وقال رئيس الوزراء السويدي اولف كريستيرسون في بيان له على موقع تويتر ان الحرب في اوكرانيا وتغير المناخ والقدره التنافسيه الاوروبيه ستكون قضايا رئيسيه على طاوله التكتل خلال الفتره القادمه واضاف رئيس الوزراء السويدي ان بلاده تتولى رئاسه الاتحاد في وقت تواجه فيه اوروبا تحديات تاريخيه يؤدي الرئيس البرازيلي المنتخب لولا دا سيلفا اليوم اليمين الدستوريه في مراسم تنصيب رسميه من المقرر ان يحضر المراسم اكثر من عشره رؤساء لدول من بينهم الرئيس الالماني فرانك بولت شاينماير وعلى عكس التقليد المتبع في حفلات تنصيب البرازيل فلن يتسلم دا سيلفا الوشاح الرئاسي من الرئيس السابق جاي جايير بولسانارو وكان دا سيلفا قد حكم البرازيل في الفترة من 2003 وحتى 2011 تعرض ضابطا شرطة للهجوم في مدينة نيويورك الأمريكية أثناء تنفيذهما دوريات خارج المحيط الأمني الذي أقيم للاحتفال برأس السنة الجديدة، وقال مفوض شرطة نيويورك إن الضابطين في حالة مستقرة بعد أن ضربهما شاب يبلغ من العمر 19 عاماً. من جانبه أشاد عمدة مدينة نيويورك أريك أدامز بأفعال الضباط وقال إن ردهم كان متوافقا مع خطط شرطة المدينة قالت الحكومة الكندية قالت أنه سيتم إلزام الوافدين من الصين بتقديم فحص سلبي لكوفيد 19 قبل دخول البلاد وأضافت الحكومة الكندية أن القرار سيطبق على جميع المسافرين جوا اعتبارا من الخميس المقبل من عمر عامين فأكثر مشيرة إلى أن هذه التدابير الصحية مؤقتة وسيتم وضعها لمدة 30 يوما وسيعاد تقييمها مع توافر المزيد من البيانات والدلائل قال السكرتير الأول لحكومة هونغ كونغ إن البلاد تعمل على استئناف الرحلات من دون حجر صحي مع بر الصين الرئيسي بحلول الثامن من يناير الجاري وأكد أنه سيتم تقييد عدد من يمكنهم أن يسافروا بين هونغ كونغ وبر الصين الرئيسي في المرحلة الأولى من الخطة مضيفا أن الحدود ستفتح بالكامل في نهاية المطاف بناء على سير المرحلة الأولى من هذه الخطة ومع توسيع النطاق وفقا للظروف وأشار إلى أنه يجدر للمسافرين المحتملين من الجانبين إجراء فحص كورونا والتأكد من عدم إصابتهم قبل السفر للحد من الإصابات المسافرون من الصين يواجهون قيودا عند دخول أكثر من 12 دولة مع تصاعد القلق بشأن ارتفاع حالات الإصابات بفيروس كورونا أستراليا كانت أحدث الدول المنضمة إلى الولايات المتحدة واليابان وكندا والعديد من الدول الأوروبية التي أصبحت تطلب إبراز اختبار سلبي للفيروس قبل الوصول إلى مطاراتها. وزير الصحة الأسترالي مارك باتلر قال إن افتقار بكين للمعلومات الشاملة حول الإصابات بفيروس كورونا هو السبب وراء التدابير الجديدة التي ستفرض على القادمين من الصين والتي ستدخل حيز التنفيذ في الخامس من يناير الجاري، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى حماية أستراليا من خطر ظهور متحورات جديدة محتملة. فرض قيود على دخول المسافرين من الصين يأتي بعد أن وضعت بكينو الشهر الماضي بشكل مفاجئ حدا لسياستها الصارمة صفر كوفيد التي تتضمن عمليات إغلاق واختبارات شاملة بعد ثلاث سنوات من ظهور فيروس كورونا للمرة الاولى في مدينة ووهان، منظمة الصحة العالمية من جانبها وصفت هذه الاجراءات الاحترازية بانها مفهومة في ضوء نقص المعلومات حول الموجة الحالية من الوباء التي قدمتها بكين، الا ان الفرع الاوروبي لمجلس المطارات الدولية والذي يمثل اكثر من 500 مطار في 55 بلدا اوروبيا قال ان القيود ليست مبرره او قائمه على اخطار وفي السياق ذاته من المقرر ان تجتمع الدول الاوروبيه لبحث رد مشترك على القيود المفروضه على المسافرين من الصين مع تصريح السويد والتي تتولى الرئاسه الدوريه للاتحاد الاوروبي حاليا انها تسعى الى ان تكون للاتحاد الاوروبي سياسه مشتركه عندما يتعلق الامر بتبني قيود دخول محتمله ورغم المخاوف العالمية اكد الرئيس الصيني شي جين بينغ ان الوقايه من الوباء ومكافحته تدخل مرحله جديده مؤكدا ان بلاده لا تزال في وضع صعب الا انه اشار ايضا الى ان هناك بارقه امل في التغلب على الوباء تعطلت حركه المرور واغلقت الطريق السريعه في ولايه كاليفورنيا الامريكيه جراء العواصف القويه التي تسببت في هطول امطار غزيره وتساقط لثلوج كثيفه على معظم انحاء الولايه مع الاستعداد لبدء عام جديد هذا وحذرت هيئه الارصاد الجويه الوطنيه من خطوره قياده السيارات في الوقت الحالي وحثت مقاطعة ساكرامنتو السكان في حي ولتن على إخلاء منازلهم محذرة من أن الطرق التي غمرتها المياه قد تقطع الوصول إلى المنطقة من أخبار الاقتصاد في نشرتنا صادق سلطان عمان هيثم بن طارق على ميزانية العام 2023 بإيرادات تقدر بنحو عشرة مليارات ريال عماني ويبلغ الإنفاق المتوقع في ميزانية العام الجديد أحد عشر ملياراً وثلاثمائة وخمسين مليون ريال بينما يبلغ العجز المتوقع ملياراً و300 مليون ريال وأشارت النتائج الأولية إلى تحقيق فائض يبلغ ملياراً وأربعين مليون ريال في ميزانية العام 2022 أقر مجلس الوزراء اليمني عقد انشاء ميناء قشن بمحافظه المهرة شرقي البلاد والمخصص للنشاط التعديني باستثمارات اماراتيه قيمتها 100 مليون دولار وسيخصص هذا الميناء لتصدير الحجر الجيري ومعادن اخرى الى جانب مناولة الحاويات والبضائع بانواعها المختلفه وتموين السفن ادت الازمه الاقتصاديه والتضخم المرتفع في اليونان جراء فيروس كورونا الى جعل حياه عامه الناس اكثر صعوبه من اي وقت مضى. ازمه اقتصاديه وتضخم غير مسبوق جعلوا حياه اليونانيين اكثر صعوبه من اي وقت مضى بعد العمليه العسكريه الروسيه في اوكرانيا وجائحه فيروس كورونا وقبلهما ازمه اللاجئين. الأزمة العالمية المتتالية قفزت بأسعار المواد الغذائية والكهرباء والطاقة في العاصمة اليونانية أثينا وقفز التضخم في اليونان بأكثر من 10% في إبريل الماضي للمرة الأولى منذ عام 1995 وأعلن رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس عن دعم مشتريات كل أسرة يونانية من المواد الغذائية بنسبة 10% لمساعدتها على مواجهه اعباء التضخم. وصادق البرلمان اليوناني على موازنه الدوله بغالبيه 156 صوتا من اصل 299، وهي المره الاولى منذ 12 عاما التي يتم فيها وضع موازنه خارج اطار خطه الانقاذ. قالت كريستين لاغارد رئيسه البنك المركزي الاوروبي قالت انه يتعين على البنك منع النمو المطرد للاجور في منطقه اليورو من تاجيج التضخم المرتفع واضافت لاغارد ان الركود الذي من المتوقع ان يشهده الاتحاد الاوروبي خلال الشتاء والناجم عن ارتفاع تكاليف الطاقه من المرجح ان يكون قصيرا وغير مؤثر بشكل كبير بشرط عدم وجود صدمات اضافيه لم تتمكن بريطانيا من تحقيق هدفها خلال عام 2022 المتمثل في دعم حجم التجاره الحره عقب الخروج من الاتحاد الاوروبي. هذا ويرى العديد من خبراء الاقتصاد يرى ان بريكزت تأدى الى تفاقم الوضع الاقتصادي في البلاد والذي بات على حافه الانكماش. بنهايه عام 2022 أخفقت بريطانيا في تحقيق هدفها بتغطية اتفاقيات التجارة الحرة 80% من إجمالي حجم تجارتها. وقبل الانتخابات العامة عام 2019، تعهد حزب المحافظين بأن يمنح خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي بريطانيا حرية إبرام الاتفاقيات التجارية في جميع أنحاء العالم. وعلى مدى العقود الأربعة الماضية، لم يكن لدى بريطانيا اي صفقات تجاريه ثنائيه لانها كدوله عضو في المنظومه الاوروبيه كانت الصفقات تبرم من خلال بروكسل. ووفقا لمسؤولين حكوميين ابرمت لندن حتى الان صفقات تغطي ما يزيد قليلا عن 60% من تجارتها العالميه ومنذ خروجها من الاتحاد الاوروبي. تمكنت بريطانيا من تجديد 71 صفقة كانت ابرمتها من خلال عضويتها في الكتلة ولم توقع سوى اربع اتفاقيات تجارية جديدة فقط مع استراليا ونيوزيلندا واليابان وسنغافورة بينما توقفت محاولات عقد صفقات جديدة مع الولايات المتحدة والهند وبينما يقول حزب المحافظين ان الصفقات الجديدة تصل قيمتها الى نحو 800 مليار جنيه استرليني تؤكد هيئة الإحصاء الوطنية أن نحو 559 مليار جنيه استرليني منها تمثل صافي التجارة مع دول الاتحاد الأوروبي وعقب عامين من خروجها من فلك التكتل الأوروبي يتوقع مكتب مسؤولية الموازنة انكماش حجم الاقتصاد البريطاني بنحو 4% على المدى الطويل نتيجة مغادرة الاتحاد الأوروبي. تتجه اسعار النفط لتحقيق مكاسب طفيفه في عام 2023، اذ ان الخلفيه الاقتصاديه العالميه القاتمه وتفشي كورونا في الصين يهددان نمو الطلب. وتوقع استطلاع لرويترز ان يبلغ متوسط سعر خام برنت 89 دولارا للبرميل، وان يسجل متوسط سعر الخام الامريكي 85 دولارا للبرميل العام القادم. هذا وخسر خام برنت الق... قياسي أكثر من 15% من قيمته منذ نوفمبر الماضي وسط مخاوف من الطلب. قال الرئيس الصيني شي جي بينغ إن اقتصاد بلاده نجح في الحفاظ على مركزه كثاني أكبر اقتصاد في العالم على الرغم من الصعوبات الاقتصادية العالمية. واضاف الرئيس الصيني في خطاب بمناسبه راس السنه الجديده انه من المتوقع ان يتجاوز اجمالي الناتج المحلي للصين خلال العام باكمله سنه وعشرين او 26 تريليون يوان. <applause> ظل الاقتصاد الصيني ثاني اكبر اقتصاد في العالم وحقق تطورا ملحوظا ومن المتوقع ان يتجاوز اجمالي الناتج المحلي للعام باكمله 120 تريليون يوان صيني وبالرغم من ازمه الغذاء العالميه حققنا حصادا وفيرا للعام التاسع عشر على التوالي، ما يجعلنا في وضع اقوى لضمان توفير الغذاء للشعب الصيني. لقد عززنا مكاسبنا في القضاء على الفقر، وادخلنا تخفيضات على الضرائب والرسوم، وتدابير اخرى لتخفيف العبء على الاعمال التجاريه. بعدما تضرر الاقتصاد الصيني جراء سياسه صفر كوفيد تسعى بكين لتعزيز الاستهلاك من خلال اقامه مهرجانات للتسوق هذا وقال اعلان الصين رفع قيود كورونا ينكمش او يؤدي الى انكماش الانفاق الاستهلاكي الصيني وتراجع نشاط المصانع في اكتوبر احتفالا بالعام الجديد تطلق الصين مهرجانات للتسوق في كافة المدن لتنشيط الاستهلاك خلال موسم العطلات وتتسابق المقاطعة الصينية في تقديم العروض والخصومات على المنتجات وتبدأ مهرجانات التسوق في الصين مع نهاية العام وبعضها يمتد إلى فبراير التسوق الإلكتروني أيضا يقام له مهرجان تشارك فيه منصات التسوق الرئيسية الصينية عبر الإنترنت وتروج للمنتجات بخصومات كبرى سنعمل على تعزيز التعاون التجاري مع دول الأسيان لتصدير منتجاتنا عالية الجودة واستيراد المنتجات المتخصصة عروض تجارية وأخرى فنية لتوفير أجواء مفعمة بالحيوية للترحيب بعام 2023 في إطار سعي بكين إلى تشجيع تعافي الاستهلاك كقوه محركه رئيسيه للاقتصاد الذي عانى جراء سياسه صفر كوفيد ارتفعت صادرات كوريا الجنوبيه بنسبه 6.1% في, في عام 2022 مقارنه بالعام السابق لتصل الى اعلى مستوياتها على الاطلاق مسجله 683 مليار و900 مليون دولار في المقابل زادت الواردات بنسبة 19% على اساس سنوي الى 731 مليار و200 مليون دولار مما ادى الى عجز تجاري بلغ 47 مليار و200 مليون دولار من اخبارنا الرياضيه يلتقي تشلسي منافسه نوتنهام فورست في الجوله الثمانيه عشر للدوري الانجليزي هذا ويسعى تشلسي للفوز وتحسين موقعه في, تر في ترتيب البريمير ليغ حيث يحتل تشلسي المركز التاسع برصيد 24 نقطة من 15 مباراة حقق خلالها الفوز في سبع مباريات وتعادل ثلاث مرات مقابل الخسارة في خمس مباريات وفي المقابل يقبع نوتنهام فورست في المركز التاسع عشر وقبل الاخير ويملك 13 نقطة وفي مباراة أخرى بالدوري الإنجليزي يستضيف توتنهام هوتسبير فريق أستون فيلا على استاد توتنهام بالعاصمة البريطانية لندن ويدخل توتنهام المواجهة محتلا المركز الخامس في جدول الترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 30 نقطة بعد التعادل في الجولة الماضية مع برينتفورد فيما يدخل أستون فيلا المواجهة وهو في المركز الثاني عشر وفي جعبته 18 نقطة بعد الخسارة أمام ليفربول في الجولة الماضية عزز ارسنال صدارته لترتيب الدوري الانجليزي بفوزه خارج ملعبه على برايتون باربعه اهداف مقابل هدفين ضمن الجوله السابعه عشر، وانهى ارسنال الشوط الاول متقدما بهدفين دون رد، وحمل الشوط الثاني اثاره كبيره بين الفريقين الذي شهد اربعه اهداف. بواقع هدفين لكل فريق وحملت أهداف أرسنال لتوقيع كل من بوكايو ساكا ومارتن أوديغارد وأدي نيكيتيا وجابرييل مارتينالي الفوز رفع رصيد أرسنال إلى 43 نقطة بفارق في الصدارة بفارق سبع نقاط عن مانشستر سيتي أقرب ملاحقيه بينما توقف رصيد برايتون عند 24 نقطة في المركز الثامن كان مانشستر سيتي قد تعادل مع ضيف ايفرتون بهدف لكل فريق على ملعب الاتحاد افتتح سيتي التسجيل عبر هدافه ايرلينغ هالاند في الدقيقه الرابعه والعشرين بعدها تعادل الضيوف بهدف ديماري جري في الدقيقه الرابعه والستين بتلك النتيجه رفع مانشستر سيتي رصيده الى ست وثلاثين نقطه في المركز الثاني ورفع ايفرتون رصيده الى خمس عشره نقطه في المركز السادس عشر. وما زلنا مع الدوري الانجليزي حيث حقق مانشستر يونايتد الانتصار الثالث له على التوالي. بتغلبه على مضيفه وولفرهامبتون بهدف دون رد ويدين مان يونايتد بالفوز لنجمه ماركوس راشفورد الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة السادسة والسبعين ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 32 نقطة ليصعد إلى المركز الرابع بينما تجمد رصيد وولفرهامبتون عند 13 نقطة في المركز الثامن عشر انتهت نشرتنا وهذا تذكير بأهم وأبرز العناوين بعد اطلاق بيونغ يانغ صواريخ بالستيه رئيس كوريا الجنوبيه يتوعد برد انتقامي على استفزازات كوريا الشماليه ضمن سلسله الاجراءات العقابيه الاوروبيه الحظر الالماني على واردات النفط الروسي يدخل حيز التنفيذ ومقتل عشرة أشخاص على الأقل وإصابة آخرين في انفجار بالعاصمة الأفغانية كابول نشرتنا انتهت ولكن لمزيد من المتابعة يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني القاهرة نيوز دوت نت كما يمكنكم متابعتنا على مختلف منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر إنستغرام ويوتيوب هذا ويمكنكم متابعة القاهرة الإخبارية على تردد 11747 واحد فيرتيكال واحد سبعة سبعة أو رأسي كما يمكنكم تحميل تطبيق القاهرة الإخبارية من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة أمامكم كنا معكم في هذه الساعة الإخبارية زميلة داليا أبو عميرة ياسر وأنا فيروز شكرا على طيب المتابعة هنا القاهرة عاصمة الخبر